مساء الخير، مكملين في حلقتنا عن الإمام مالك وعن حكمه وإزاي كل حكمة منهم كانت منهج عاش بيها وطبقها في حياته. الإمام مالك من الأئمة الأربعة، وبصفة عامة معرفتنا للأئمة مقتصرة بس على أنهم أصحاب المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، لكن ما عندناش معلومات كافية عن الأئمة دول وإيه وصلهم للمكانة دي وميزهم عن كل العلماء. في الحلقات دي بنحاول نتعرف على الإمام مالك من خلال حكمه اللي عاش بيها وبقت منهج بنتعلمه ونقتدي بيه على مدار السنين دي كلها. اتسمى الإمام مالك بشيخ الإسلام وفقيه الأمة وسيد الأئمة لأنه كان موسوعة جمع بين علم الحديث وعلم الفقه، اشتهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي، فعمل كتاب من أعظم كتب الحديث اسمه الموطأ وعرضه على 70 عالم، وبدأ الفتوى بعد شهادة 70 عالم أنه أهل ليها. من وصايا وحكم الإمام مالك حكمة عن اللسان والكلمات اللي بينطقها، قال لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يحز لسانه، يعني الإيمان ما يكتملش لحد ما الإنسان يتحكم في لسانه. في آيات بتتكلم عن الأدوات اللي ربنا ادهلنا علشان نحمي النفس ونروضها، بتقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ربنا شبه النفس بالعقبة اللي محتاجة اقتحام واختراق وإرادة لده، فقبلها وضح الأدوات اللي تساعد على الاقتحام ده، قال لنا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اللسان والشفتين هم أدوات النطق، لو استخدمناهم صح هنقتحم العقبة. والسؤال إيه العلاقة بين اللسان واقتحام عقبات النفس وترويضها؟ وليه قول الإمام مالك إنه ما يكتملش الإيمان إلا لو اتحكمنا في اللسان؟ وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إنك تقول خير أو تسكت ده مدلول مهم من مدلولات الإيمان. ليه كل ده؟ لأن الكلمة ميزان، وميزان حساس جدا، هي اللي بتشكل القناعات والمواقف، هي اللي بتفصل الحق من الباطل، الصدق من النفاق، الكلمة بتظهر الحقائق، الكلمات اللي بتطلع منك هي اللي في النهاية بتتحكم في درجات سلامة قلبنا. حسب تصنيف الكلمة بيتصنف قلبك، فلو الكلمة مش موزونة صح بمرجعية سليمة مركزيتها ربنا فالصمت بيكون أولى. احنا بنستسهل الكلام عن الصمت، مش بنتعامل ان الكلمة دي ما تطلعش غير بحساب لو ليها لازمة ولو ليها اثر ايجابي، غير كده فالصمت بيكون بديل مهم وفيه حكمة ورحمة. السيدة مريم في عز ابتلائها وكل اللي هتواجهه من الناس وفي وقت المفروض تدافع فيه عن نفسها وتبرر موقفها، ربنا امرها بالصمت، فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. ليه ربنا أمرها بالصمت مش من باب أولى تدافع عن نفسها؟ لأ، لأن وقتها كلماتها اللي هتقولها مع البشر مش هتكون مؤثرة. بالعقل البشري محدش هيستوعب إن ابنها سيدنا عيسى عليه السلام وجوده جه معجزة من ربنا، فطالما الكلمة مش هتأدي الأثر المطلوب منها حتى لو دفاع عن النفس، فساعتها الصمت عن الكلام هو الأولى، مش فكرة كلام وخلاص. احنا بنتكلم كتير قوي من غير حساب، بنتكلم في كل حاجة وأي حاجة، بنشارك وبنقول أراءنا في اللي نعرفه واللي ما نعرفهوش، علشان كده ربنا أمرنا أمر مباشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديد يعني قول فيه حق، فيه صدق، قول موزون، قول مركزيتنا فيه ربنا مش أهوائنا. فوقتها مش هنتكلم حسب مزاجنا ونطلع كلام فيه أحكام على الناس بمزاجنا، ولا هنختاب ونبرر الغيبة، مش هنستسهل نجيب سيرة حد. ربنا قايلنا على أمر مباشر وقولوا للناس حسنا، يعني ده أمر يتطبق في تعاملاتنا العادية الحياتية، بنختار إيه اللي بيتقال وإيه اللي ما يتقالش. إحنا اعتدنا إن لغة الحوار تكون جافة قوي، ما فيهاش لطف، فيها نقد مستمر، هزار تقيل، كلام عن سلبيات، تصيد أخطاء، ونستثقل قوي المجاملات والكلام الحلو اللي يفسد، برغم إن أمر ربنا وقولوا للناس حسنا جه قبل الأمر بالصلاة، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. الموضوع مش بسيط، هو اللسان هو اللي بيترجم حقيقة إيمان القلب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول وكل كلمة بتتسجل، فده يخلينا نحسبها صح قوي قبل أي كلمة. وربنا اتكلم بوصف تفصيلي عن الكلمة الطيبة وتأثيرها والكلمة الخبيثة وتأثيرها، ومفيش مبرر للكلمة الخبيثة.
ربنا أمر سيدنا موسى قبل ما يقابل فرعون الطاغية إنه يقول له كلام لين، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الإمام مالك له حكمة بتقول: إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فأعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا، يكفي الحق أن تصدح به حتى يستجاب له. فالشتيمة والسب والغضب مش مبرر حتى لو للدفاع عن الحق، مفيش حاجة اسمها أصله يستاهل ونبرر لنفسنا. موضوع مش بسيط ومحتاج تدريب وترويض وتربية للنفس ومراقبة ومتابعة لكل كلمة بتتقال. واحد من الحكماء قال: لا تخسر قيمتك بكلمة ولا تفقد احترامك بزلة. هنتكلم بالتفصيل عن المعاني دي النهاردة بإذن الله مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.